جيت اليوم شاركت معايا ستارت في فارم شارلي، هو فضاء سياحي عبارة عن خريطة المغرب في مدينة وجدة في الجهة الشرقية. كتضم هذا الفضاء مجموعة من الآثار معروفة مثلا معروفة بكل المدن المغربية، بحال ثومات حسان في الرباط، بحال حسن الثاني في مسجد حسن الثاني في كازابلانكا، بحال الكتبية في مراكش، بحال مسجد بلاها في مدينة وجدة. وبغينا هذا الهدف نتاعها أسماء هو باش جبد السياح أولا والأرض والتلاميذ تاع المدرسة باش يجيو يعرفوا المغرب نتاعهم، يعني يجي الإنسان كيدور على المغرب في وقت وجيز، يوم أو يومين، يوم واحد. والهدف الآخر هو للمقيمين بالخارج، جالية مقيمة بالخارج ما كتجي ما يقدرش أنها تمشي على المدن، خصوصا اللي ما ديش وجدة، ما عندهاش الوقت باش تمشي كاع المدن المغربية باش تشوف المعاصر، تجيب ولادها تاخذهم لهاد الفضاء يشوفوا كلشي. وكاين نقدر يكون تما أنشطة ثقافية اجتماعية، يعني أي كل منطقة كنديرها التقاليد نتاعها الأكل ديالها، ويقدروا نختاروا الزمن، الزمن يكون قديم ولا التقاليد نتاعها قديم، يكون تما في وسط هذيك تفوت هذيك النهار فريق قدام المعطلة.